فاكرين دابوس توم وجيري العملاق؟ عرفنا طريقته وطلع سهل قوي. هنجيب في الاول كيلو دبابيس ونتبلهم كويس بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون ونقلبهم في بعض ونشويهم في الفرن 30 دقيقه لحد ما يستووا. هنشيل بعد كده اللحم من العظم، بس اوعوا ترموا العظم عشان هنحتاجه. وبعدين هنقطع اللحم حتت صغيره ونشيله برده على جنب. هنجيب بعد كده اربع بطاطسات مسلوقين ومهروسين من غير اي اضافات، عليهم كوبايه جبنه شيدر مبشوره وملح وفلفل واي تتبيلات بتحبوها، والفراخ اللي احنا قطعناها وكمان اي اضافات انتوا عاوزينها. هنجيب العظم اللي احنا خليناه وكبشه كبيره من الخلطه ونشكلها على شكل دبوس كبير فوق العظم. هنقلبها بالراحه خالص في الدقيق وبعدين البيض والبقسماط، وهنحطها في شوية زيت سخن نحمرها لحد ما لونها يبقى أحمر وكمان تبقى كريسبي من بره. وبس كده، دبوس توم وجيري شكله مفرح جدا، مليان فراخ وجبنة وكمان بيشبع قوي. يلا جربوها.